والدتك حاسه انك احسن دلوقتي؟ احسن الحمد لله. حسن مش طبيعي، البرتقال ده مرشوش حاجه. ممكن على فكره، ممكن اكيد كان محطوط في حاجه. انت عامله ايه يا ليلى؟ بقيت كويسه؟ تليش تبقى احسن ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. علي قال لي القرصين دول هيظبطوا الموضوع خلاص، وهو اللي قال لي اشاركوا قهوه. شوف بقى فايده ان يكون عندك صيدلي في البيت برضه. لا بس انا افهم ان البرتقال ده لو مرشوش حاجه يجي لنا اسهال، بس اللي حصل ده مش طبيعي، في حاجه. والله علي بيقول ان في حالات كتير كده راحت للصيدليه. ما اصل علي ده يعني صيدلي اصل حكيم، يعني ممكن تبقى مرشوشه يعني مش عارف. بابا انا جعان ولسه ما فطرتش. حبيبي بص بعد كده لما تكون جعان ابقى تعالى قول لي، انا لولا اللي حصل كان زماننا فطرنا يا حبيبي. لا خلاص ارتاح انت، انا هقوم اعمل. انا بقيت كويسه، انا بقيت كويسه خلاص. طيب انا طالع بقى هغير وانزل. محتاج العربيه النهارده يا بابا؟ لا مش محتاجها النهارده. انا كمان هطلع اغير. ايه ده انت رايح فين؟ انا ندى هتعدي عليا هنخرج، وانا نازل اقعد مع اصحابي شويه. طب يعني شوفوا كده لو اخواتكم يعني عندهم مشاوير كده ووصلهم في سكتكم. انتوا كنتوا فين؟ كنا فوق بس نزلنا من السلم التاني. عاملين ايه دلوقتي؟ احسن. حلوين حلوين. وليلى هتبقى كويسه. اوكي حبيبتي. اي مشاوير لاخواتك يعني ايه في سكتك خدهم معاك. طبعا اللي عايز يروح اي حته يقول لي وانا هوصله. انا قاعده النهارده. وانا كمان. انا عندي سنتر بس بعد الظهر. طب خلاص تبقى تعدي بقى على ليلى تجيبها من السنتر. حاضر. لا 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 مفيش لزوم، انا هوصلك، انا هوصلك. لا 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 طالما ما وراهوش حاجه ده يعني وضع جديد ونظام جديد لازم هنمشي عليه. وبعدين البنات ما يعرفوش المكان هنا، هنسيبهم لوحدهم ولا يا رجاله؟ ها؟ لا طبعا. ايوه انا تحت امركم في اي وقت، العربيه معايا. وانا كمان عربيتي، اي وقت عاوزينها ممكن تاخدوها. ناديه من فضلك انا موضوع العربيات ده بالذات انا ماشي بنظام، فعايز احافظ عليه لو سمحت. انت مش قلت نظام جديد دلوقتي؟ سيبني براحتي من فضلك. العربيه كلنا نشترك فيها، عربيتي يعني كلنا. اوكي يلا طب روحوا بسرعه كده وانزلوا عشان هنفطر كلنا سوا. ممكن عندي؟ اتفضل. شكرا. عفو. شكرا. عفو. هاتي المايه دي. بريقي ناشف قوي. واحنا على اخر الزمن نشتغل عندهم سواقين؟ دي بقت حاجه تقرف والله. هتهدى يا ام مراد، في ايه؟ منو هيعدوا؟ بابا هما اللي حطوا لمراد وطاهر بوديز العفريت، وهما اللي حطوهم الفران. بابا صدقني حضرتك اللي كان هيجي لك اسهال، وطنط هي اللي كانت هتلبس. مراد كان عايز العكس بس علي قال لا، حضرتك يجي لك اسهال والفران كانت فكره طاهر. وهما قالوا لي روحي صحي ماما تنام جنبك وحط بودره العفريت على السراير، ولما جم يحطوها على سريركم ما عرفوش فخرجوا وراحوا بوظوا الكاوتش. بابا انا ما عملتش حاجه غير اني راقبتكم الصبح عشان خاطر يا بابا ما تشيلش البلاي ستيشن. انا ممكن اعتذر له بس ما تقوليش اني قلتلك علشان خاطري، هند واروى لو عرفوا هيبهدلوني. انا اسف، ما تزعليش مني. وانا كمان. اتفضلوا اطلعوا على اوضتكم. لا يطلعوا كل واحد يجيب اخواته ويجي عشان عايزكم كلكم. يلا يلا. هي وصلت لكده يا حسن؟ انا مش مصدق. تضحك؟ دول كلهم مش متربيين. كلهم كلهم يا ناديه، احنا ما عرفناش نربي. اهلا اهلا اهلا، شرفتونا حضراتكم. والله يا بابا فضلت مستنيها قدام السنتر لغايه ما خلصت وبعديها جبتها وجيت. كتر خيرك والله. راح فين؟ تعال. طلع اوضتي. لا لا تعالى تعالى اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. هو في ايه؟ هو انت مش عارف عملت انت واخواتك؟
ما عملناش اي حاجه، هما اللي عملوا معايا الاثبات. انا مش محتاج اثبات. استنوا عليا، استنوا عليا وهتشوفوا. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضلوا. انا عايز اعرف بس ليه؟ ليه؟ ليه يا بابا؟ اهلا يا دكتور، اتفضل اقعد، اتفضل ارتاح، اتفضل. اهلا يا فنان، اتفضلوا. انتوا بتعملوا كده ليه؟ ليه؟ طب ادونا فرصة نثبت لكم ان جوازنا ده في مصلحتكم، ولو فشلنا ابقى اعملوا اللي انتوا عملتوه ده، ولو انه يعني في كل الاحوال ما ينفعش. ولو عرفت ان حد فيكو عمل حاجة لمصطفى او نيلي حسابكو كلكم معينة. هيضربوني. طب خلي حد فيهم كده يفكر. انا اعترفت تحت ضغط. تحت ضغط؟ خلاص يا نيلي. اوكي يا شباب، اوكي، هنعتبر ان اللي حصل ده هو الويلكم درينك، وضحكنا وانبسطنا، بس ده كلام انا مش هسمح بيه تاني خالص. حطيت لنا ايه في العصير يا دكتور؟ ده كان دواء مضاد اكتئاب على كام حاجه تانية كده، بس كان حلو قوي. طب طب يلا 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 يلا، كل واحد على اوضته يلا. احنا شكلنا داخلين على ايام سودا يا حسن. لا 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 لا، ده لعب عيال بس. دمهم خفيف قوي ولاد اللذين. طب ايه؟ ايه؟ احنا مش هنطلع فوق بقى. ماشي يلا. نطلع؟ مساء الخير يا باشمهندس.